نتواجد الآن في الجامع الأموي الكبير والذي يسميه أهالي مدينة حلب الجامع الكبير. هذا الجامع الذي يعود لأكثر من 1300 عام في التاريخ، أي يحوي بصمات جميع العصور التي مرت عليه بكل تفاصيلها. هو جامع غني عن التعريف، هو جامع يعني من المساجد أو من الأماكن الأثرية الهامة في مدينة حلب، تعرض لبعض التخريب الجزئي خلال فترات التاريخ من زلازل طبيعية وغيرها، إلا أن هذه المرة تعرض لتخريب كبير وممنهج استهدفت هوية هذا المسجد وهذا الجامع الكبير ضمن الحرب الظالمة، ضمن الحرب الإرهابية التي مورست على سوريا. نتحدث أكثر عن الأعمال التي تتم حاليا في الجامع الأموي الكبير من خلال لقاء المعنيين في هذا المكان للحديث أكثر. وسألتقي الآن مع الدكتور صخر علبي المشرف على أعمال التأهيل في الجامع الأموي ليحدثنا أكثر عن الأعمال التي تمت. يعطيك العافية دكتور. تحدثنا حاليا عن الأعمال التي تتم في واجهة الجامعة الخارجية قبل الدخول إلى داخل المسجد. تمام، هناك نوعين من الأعمال. النوع الأول هو بالمادنة واللي هي أحد رموز الجامع، نشوف قدر الإمكان المادنة اللي كان ارتفاعها 45 متر وتم تفجيرها، نحن نزلنا فيها الأساسات وضعنا نعيد بناءها. هالمادنة هي ليست فقط واجهات خارجية فقط، وإنما من الداخل فيها في عندي نواة وفي عندي أدراج ملتفة حوالين. هلا بنلاحظ من هون إن الجميع عم حاول قدر الإمكان استخدام الأحجار القديمة اللي هي كانت المادنة. بالنسبة للأعمال الأخرى هي أعمال الواجهة اللي هي نسبيا حديثة ولكن ترجع على خمسينات من القرن الماضي. عم نرجع نعيد كمان بناء من جديد بعد ما دمرت بسعرها مثل بقية العناصر بالجامع. نشوف اللوحة الجميلة اللي هي الواجهة اللي قدامنا واللي انتهينا من ترميمها، واللي بميزها عنصر الخشب المستخدم فيها، والجزء الآخر العلوي منه خاصة الجزء العلوي هو أرابيسك. نشوف الأجزاء العلوية كلها ليست متشابهة وإنما متكاملة مع بعضها البعض. الواجهات المطلة على نحن واقفين حاليا بصحن الجامع، الواجهات المطلة على صحن الجامع كانت مثل الجزء هذا الموجود هون، كانت كلها مثقبة وأطراف منها العلوية مهدمة وبعضها كان بحالة يرثى لها. كل الواجهات اللي هون كانت بهالشكل هذا، كان فيها حرق آثار أسود، كان فيها ثقوب مختلفة، طلقات مختلفة، كان فيها أجزاء علوية رايحة كلها استبدلناها. اليوم الواجهات الأربعة انتهينا منها. القباب الموجودة تحت فوق كله كانت مثقبة بالرصاص، تم إعادتها كما كانت عليه. هلا الناحية الثالثة اللي هي أرضية الجامع للأسف هي لوحة زخرفية متكاملة، نشوف بعض آثارها هون ولكن مغطاة حاليا بالأحجار ما تبقى من أحجار المادنة اللي جاي دورها تطلع لفوق. رح ننتقل دكتور صخر للقسم الآخر، هذا القسم شو منسميه وشو الأعمال اللي عم تتم فيه؟ نحن حاليا والله بننتقل للرواق الشرقي. هذا في نوعين من الأعمال عم تتم فيه، أول شيء كان هو يعني هذا الرواق القسم الشرقي هو متداخل عضويا مع سوق النسوان نسميه، مع سوق المتاخم شرقا. شو معنى عضويا؟ يعني الحجرات التحت بالأسفل على مستوى الجامع هي تابعة للجامع، لخادم الجامع، للمؤذن الجامع، للإمام الجامع. فوق بتركب تماما غرف السوق، حجرات السوق. الأعمال اللي عم بتصير هون نوعين، شوفوا أول شيء مثلا أحجار، هالأحجار طبعات المادنة كيف عم تم ترميمهم، كيف عم تم إصلاحهم قبل ما ينتقلوا لمحلاتهم. هدول كيف تم تنظيفهم، هدول الأجزاء العلوية من المادنة كيف تم تنظيفهم. كما شاهدنا بعدسة الإخبارية السورية حجم الأعمال الكبير الذي يتم هنا في الجامع الأموي الكبير وبتقنية عالية وبأيادي وبخبرات محلية هنا في هذا الجامع، وشاهدنا يعني جمالية هذه الصورة في الواجهات الموجودة هنا. هذا يعني أكيد تأكيد على مهارة العامل السوري والأيدي الوطنية والمهندس السوري لإعادة الجامع الأموي الكبير إلى صورته الطبيعية وإلى جمالية هذه المدينة، مدينة حلب القديمة التي تضم إضافة إلى الجامع الأموي الكبير لا شك يعني الأسواق القديمة المحيطة بهذا الجامع والتي تشكل دائما لوحة فسيفسائية من الجمال وتعبر عن يعني إتقان السوري والجمالية الصورة الناصعة التي دائما تصدرها سوريا إلى العالمية.